ما يمكن أن أتذكره كامرأة مغربية من مسار سعد الرحمن يوسفي هو التزامه وعمله المتواصل من أجل النهوض بمشاركة المرأة، مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية. فأتذكر جيدا العمل ديالو المتواصل رغم الصعوبات ذات طبيعة إيديولوجية وسياسية فيما يخص الخطة الوطنية لإدماج النساء، وكيف تم نقول النقاش حولها، رغم أن هذه القضية عرفت نقاشا وعرفت خلافا واختلافا بالمجتمع، إلا أنها، وهذا ما نجح فيه سعد الرحمن اليوسفي الله يرحمه، أنه جعل من قضية المرأة قضية مجتمعية بالنقاش الذي أثاره فيما يخص الخطة الوطنية لإدماج النساء بالتنمية. وبعد ذلك تطورت الأمور إلى أن تم عرض من طرف جلالة الملك مثلا مدونة الأسرة الجديدة في على البرلمان في 2003، وبالتالي القطع في مسارات التقليدية ديال القانون الذي يحدد المعالم العائلية والشخصية للمرأة. كذلك تابع هذا الالتزام فيما يخص المرأة من أنه في عمل على أن تكون للنهوض بمشاركة المرأة سياسيا عبر اعتماد لائحة وطنية للنساء، وكان النقاش آنذاك نقول قويا، خاصة من هل هذه اللائحة عند الجانب الدستوري أم الغير الدستوري لتكون لائحة وطنية لمشاركة النساء باللائحة الوطنية. أظن بأنه هذه النقاشات التي تم إثارتها خلال مرحلة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي هي ما نعيشه اليوم، من أن النساء تتحمل ليس بالشكل المرغوب فيه، لكن تتحمل مسؤوليات حكومية، مسؤوليات بالمؤسسات الوطنية، تتحمل مسؤوليات سياسية، مشاركة مهمة ديال النساء بالبرلمان وكذلك بالجماعات المحلية. فإذا هذا الفكرة الاستراتيجي لمساهمة المرأة كانت له أظن بصمات ديال سعد الرحمن، لأنه كان مقتنعا بأنه لا يمكن أن ينهض المجتمع دون النهوض بالمساواة وعدم التمييز. سعد الرحمن اليوسفي جعل من التزامه ومن مساره واجب وطني بالمن للاستقلال ومناهضة الاستعمار لبناء الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان. ونحن نذكر سعد الرحمن نذكر كذلك تاريخ المعاصر للمغرب، تاريخ ديال البنيات ووضع المؤسسات الدستورية ديال البلاد. كذلك يمكن نقول بأنه سعد الرحمن بقدر ما اتساع مجال تفكيره، مجال عمله، مجال علاقاته، بقدر ما كان متواضعا ومتحفظا في الإدلاءات وفي التصريحات العلنية والعمومية بخصوص القضايا. إذن رجل متحفظ وغير متسرع، وهذا الذي أعطاه تلك النقل والوقع والمكانة بالمغرب وبالعالم. لا بد أن نتذكر رسالته الأخيرة للشباب المغربي خلال تقديم كتابه في مارس 2017، بأن الشباب المغربي هو أنقل الطموح، هو الأمل، وهو الجدية والتجديد لمسار الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.